السلام عليكم. بالنسبة لهذا الفيديو غادي نقوم بتصحيح انتحال وطني جوان 2019، وبالخصوص دراسة الدالة اللي غادي نهضروا عليه، غادي نديروا التصحيح ديالو. هو الجزء الثاني، لان الجزء الاول درنا التصحيح ديالو، دونك غادي نديروا الجزء الثاني الخاص بالمتتاليات العددية اللي تتكون تابعة للدالة العددية. إذا بالنسبة للجزء الثاني، فأعطونا المتتالية U0 تساوي 1، وعطونا UN بلس 1 تتساوي F ديال UN، حيث F هي الدالة اللي درسناها في الجزء الأول لكل N من N. السؤال واحد أليف قال لك لنبين بين بالترجع أن مهما تكون N تنتمي إلى N، ف UN محصورة بين 1 و E. بالنسبة للسلة بالترجع بطبيعة الحال فتنشوفوا N تتنتمي لأي مجموعة، هنا تتنتمي لمجموعة N، وبالتالي فأول حد تناخذه هو N بالنسبة لمجموعة N، فأول عدد هو العدد 0، إذا N تتساوي 0، إذا ناخذه من أجل N تتساوي 0 لدينا، نشوف واش العبارة صحيحة ولا لا. دونك لدينا U0 محصورة بين 1 و E. دونك لماذا U0 محصورة بين 1 و E؟ لأن حسب المعطيات عندنا U0 تساوي 1، وبطبيعة الحال 1 فهو محصور بين 1 و E. دونك نكتبو هنا لأن U0 بطبيعة الحال تتساوي 1. إذن هذه هي المرحلة الأولى ديال استدلال الترجع. المرحلة الثانية، نفترض أن تنفترضو هاد العبارة اللي عطاونا أن UN محصورة بين 1 و E. ولنبين المرحلة الثالثة سنبينو بأن الحد اللي من بعد UN سي UN بلس 1 كذلك محصور بين 1 و ال E. إذا شنو تناخدو؟ تناخدو افتراض ترجع ليبوتيز دو ريكورونس. عندنا UN، دونك تنجيو نكتبو هنا، لدينا UN محصورة بين 1 و ال E، تنشوفو الدالة F الرتبة ديالها على هذا المجال 1 E. إذا حسب الجزء الأول ف F دالة تزايدية على المجال، بطبيعة الحال على المجال اللي هو هذا المجال 1 واحد E، يعني نسميوه مثلا المجال المجالي. إذا بما أن F تزايدي على المجال 1 E، عندنا U N محصورة بين 1 E، فبطبيعة الحال تندخلو F هنا، دونك إذا تندخلو F، إذا ندخلو F، ف F ديال U N غتكون بطبيعة الحال محصورة بين F دو 1، الصورة ديال 1، و ال F ديال E. ال F ديال U N هي U N بلس 1. هي f ديال u n هي u n بلس 1، f دو 1 راه ديجا حسبناها في الجزء الاول هي 3 على 2، و f ديال e هي ديجا محسوبه في الجزء الاول اللي هو هي ال e. تعرفوا بان 3 على 2 هي 1.5، بطبيعه الحال 1.5 راه هو كبير من 1، اذا تنكونوا بينا بان u n بلس 1 محصوره بين 1 و e. اذا حسب مبدا الترجع دابخي ليبوتيز دو ريكورونس، مبدا الترجع نستنتج ان العبارة صحيحة مهما تكون N تنتمي إلى N، فبطبيعة الحال العبارة شكون هي العبارة؟ هي U N محصورة بين 1 و E. إذا دابا غادي ندوزو السؤال باء. السؤال باء هو بين أن المتتالية U N تزايدية، إذا غنستعملو السؤال حسب السؤال. إذا مشينا للسؤال 5000 ديال الوضع النسبي، لدينا مهما يكون x أكبر قطعا من الصفر، فبينا بأن f دو x ناقص x هي أكبر من أو يساوي صفر. هذا الوضع النسبي هو اللي شنا بأن المنحنى س f هو فوق المستقيم دلتا للمعادلة ديالو هي y تساوي x. دونك هذه نتيجة كاينة في السؤال 5 ألف اللي غادي نستعملوها في هذا السؤال. إذا شنو عندنا على u n؟ نعلم أن u n UN محصورة بين 1 و E حسب السؤال اللي سبق. هذه بطبيعة الحال مهما يكون N ينتمي إلى N. هذه اش تعني؟ تتعني بأن UN فهو أكبر قطعا من الصفر، دونك ومنه UN أكبر قطعا من الصفر، لأن UN أكبر من أو يساوي 1 بمعنى يكون أكبر قطعا من الصفر مهما تكون N تنتمي إلى N. إذا ممكن نعوض هذا X بـ UN، إذا بما أن UN تتحقق هذا الشرط فممكن نعوض هذه يو ان هنا اكس نعوضها بيو ان، فشنو غنحصلوا؟ غنحصلوا على، اذا
نجيو لهنا مهما تكون ان تنتمي الى ان، فبطبيعه الحال هنا الى عوضنا اكس باليو ان فتعطينا اف دي يو ان ناقص يو ان اكبر من او يساوي الصفر. وشنو هي اف ديال يو ان؟ فاف ديال يو ان حسب المعطيات هي يو ان بلس ان. دونك حنا بينا بان يو ان بلس ان ناقص يو ان اكبر من او يساوي الصفر. بطبيعه الحال لان هنا اف ديال يو ان هي يو ان بلس ان. طبيعة الحال هاد العلاقة ولا المتفاوتة فهي صحيحة مهما تكون ان تنتمي الى ان. هادي اش تعني؟ تتعني بكل بساطة ان يو ان هي متتالية تزايدية وتنكونو سالينا السؤال، وبالتالي يو ان فهي متتالية تزايدية، هذا تنكونو سالينا هاد السؤال. ندوزو السؤال جيم. سؤال جيم هو عبارة إلى استنتاج. استنتاج قال لك استنتج أن المتتالية يو ان متقاربة. إذا لماذا المتتالية يو ان متقاربة؟ فهي تزايدية. دونك بما أن يو ان متتالية تزايدية، شنو يخصها باش تكون متقاربة؟ ها مكبورة. فوالا دونك بما أن يو ان متتالية تزايدية وهنا مكبورة بالعدد او ومصغورة بواحد، حنا غادي ناخذ فقط مكبورة بالعدد او هو اللي تهمنا. اذا المتتالية تزايدية ومكبورة بالعدد او، فان بطبيعة الحال حسب واحد الخاصية في الدرس فان يو ان متقاربة، يعني سي اون سويت كونفيرجونت متقاربة. ما معنى متقاربة؟ يعني النهاية ديالها فهو عدد حقيقي، اي ليميت ديالها عندما تؤول ان الى بلس انفيني ديال يو ان يكون واحد ال، حيث هذا ال هو واحد العدد حقيقي. نكون سالينا هذا السؤال جيم. السؤال الثاني هو حساب نهاية، هذا هو اخر سؤال في هذه المسألة، حساب نهاية المتتالية يو ان. خصنا نحسبوا النهاية ديال المتتالية يو ان. إذا بالنسبة للسؤال الثاني، السؤال الأخير في هذه المسألة هو حساب نهاية المتتالية يو ان. فعندنا يو زيرو تتساوي واحد، وعندنا يو ان بلس ان يعرف يو ان لكل ان من ان. إذا بطبيعة الحال هنا كاين أربعة ديال الشروط، أربعة ديال الشروط كما شفنا في الدرس. دونك الشرط الأول هو جوج كاين جوج ديال الشروط يخصو خاصين بالدالة اف، وجوج ديال الشروط بالنسبة خاصين بالنسبة للمتتالية يو ان. إذا عندنا أول حاجة F متصلة على المجال E، اللي غادي ناخدو بطبيعة الحال هاد المجال E ناخدو هو المجال واحد E. هنا تيبقى لماذا خدينا المجال واحد E؟ ما تنساوش بأن المتتالية يو ان فهي محصورة بين واحد و E. إذا بما أن المتتالية يو ان محصورة بين واحد و E، يعني أن المتتالية يو ان تتنتمي المجال تتنتمي المجال اي، وبالتالي المجال اللي غادي ناخذه هو هذا المجال اللي هو واحد او. دونك عندنا المجال اي هو هذا. دونك اف متصله، هنا ممكن نقول علاش متصله، لانها مجموع دالتين متصلتين على اي. اذا اف متصله على المجال اي، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني خصنا نبينو اف دو اي ضمن اي، هذا هو الشرط الثاني. اذا لماذا اف دو اي ضمن اي؟ لان كما شفنا اف دو اي ايغال هي اف دو المجال اللي هو واحد او، وهذا اف تزايدي على المجال واحد او. اذا بما انها تزايديه ومتصله على المجال واحد او، بمعنى الصورة ديال المجال غتكون هي اف دو واحد، المجال المغلق هو اف دو واحد اف دو. طبيعة الحال اف دو واحد حسب ما سبق هي تلاتة على جوج، و اف ديال او هي وبطبيعة الحال هذا ضمن المجال اي، اللي هو المجال اي بطبيعة الحال هو المجال واحد او. اذا هذا الشرط الثاني خاص بالدالة اف. الشرط الثالث يكون خاص، الثالث والرابع يكون خاص بالمتتالية بالنسبة للمتتالية. إذا
عندنا U0 كذلك كاين في الإي، هذا هو الشرط الثالث، لأن تتعرفوا U0 هو واحد والمجال إي بطبيعة الحال هو واحد، إذن U0 كاين في هذا المجال اللي هو إي. الشرط الأخير خاص بالمتتالي الآن هو أن UN متقاربة، متقاربة. إذن هاد جوج الشروط اللي خاصين بالنسبة للدالة F، ها تهتموا بالنسبة للدالة F، وهاد جوج الشروط خاصين بالنسبة للمتتالية UN. إذن أربعة شروط، وعندنا UN بلس هي F ديال UN، فهاد أربعة شروط يعطوني حسب الدرس. إذن نهاية المتتالية UN هي حل للمعادلة f دو x إلى x بطبيعة الحال في المجال اللي خدامين به هو المجال E اللي هو واحد. إذا جينا شلنا حلول هذه المعادلة، فحسب السؤال خمسة، حسب السؤال خمسة ألف، فشنو عندنا؟ عندنا f دو x ناقص x تتساوي زيرو، تتكافأ أن x تتساوي e. وبالتالي ما تنساوش بأن f دو x مو x حسب هذا السؤال هي ان دومي، حسب الامتحان هي واحد على جوج ال ان دو x ناقص واحد لو تو او كاري. بطبيعة الحال هذه المعادلة راه ديجا حليناها، ف x تتساوي e، تتقبل الحل الوحيد اللي هو x تتساوي e. إذن هذا الحل هو نهاية المتتالية UN، وبالتالي لا ليميت عندما تؤول ان الى بلس لافيني للمتتالي UN هي هذا ال اللي هي الحل اللي هو UN. وتنكونوا سالينا هذا الامتحان الوطني، مسألة اللي تحطات في الامتحان الوطني على 11 نقطة.